بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الحلقة غادي نشوفوا تطوير مواد علم التوليف تعلمات الوحدة الرابعة، إذا صفحة 72. نبدأ أول تمرين. أتمم المتساويات القسمة التالية. إذا كما نذكر دائما أن عناصر القسمة المقسوم، المقسوم عليه الخارج ثم الباقي. إذا المقسوم هنا 17، المقسوم عليه 5، الخارج 3 والباقي 2. الشرط الأساسي باش تحقق المتساوي وتكون صحيحة خاص يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه. إذا غادي نكملو بهذه الطريقة. إذا 22 تساوي 3، في إذا دائما تنبحثو على العدد نضربو في 3 يكون يا إما 22 يا إما أقل من 22. إذا هنايا 3 في 7، إذا 3 في 7 21، الباقي هو 1. إذا هنا يتحققنا الشرط ديال أن الباقي اللي هو 1 أصغر من المقسوم عليه. نكملو بنفس الطريقة. إذا نقلبو العدد نضربو في 4، 4 في 8، 4 في 8 32 زائد 2 هي 34، إذا 2 أصغر من 4. بالنسبة ل 8، 8 في 6 48، كيبقى لي 2 باش نوصل ل 50. إذا الباقي اللي هو 2 أصغر من المقسوم عليه اللي هو 8. إذا 9 في 9 81 زائد 2 هي 83، إذا 2 أصغر من 9. نمر التمرين الثاني، هو عبارة عن مسألة. خلال رحلة مدرسية وفرت مؤسسة سعود سيارات تسع كل واحدة من الأفراد، لكن 5 تلاميذ لم يجدوا مكانا في السيارات المتوفرة. أحسب عدد المتعلمين في هذه المؤسسة، بهذه المؤسسة. إذن واحد رحلة مدرسية وفرت 9 ديال السيارات، هذوك 9 سيارات كيهزوا غير 8 ديال التلاميذ. 5 ديال التلاميذ لم يجدوا مكانا في السيارات المتوفرة، إذن شحال هو المجموع ديال التلاميذ بهذه المؤسسة؟ إذن كما نعتمدوا على المتساويات لتحت، إذا عندنا 9 سيارات كيهزوا 8، 9 في 8 72 زائد 5 الأفراد اللي بقاو ما لقاوش المكان هي 77. إذن أحسب عدد المتعلمين بهذه، إذن عدد المتعلمين بهذه المؤسسة هو 77 تلميذا. إذن عدد المتعلمين بهذه المؤسسة هو 77 تلميذا. وتمام المتساويات دائما كنحطو المقسوم عليه هو اللي لقيناه. عندنا المقسوم 9 ديال السيارات، كل سيارة كتهز 8 ديال الأفراد زائد 5 ديال الأفراد اللي بقاونا هنا. هنا خص يكون زائد هنا، المهم هاد البلاصة هادي نحسبوها ما كاينش، زائد شحال زائد 5 ديال التلاميذ. إذن 9 في 8 72 زائد 5 هو 7. و نكتبو الشرط اللي تحقق أن الباقي هو 5 أصغر من المقسوم عليه اللي هو 9. نمر الآن تمرين 3، ألون الجزء الذي يمثل العدد الكسري ثم أقارن بوضع الرمز المناسب. إذا لاحظوا الشكل عندنا فيه 5 ديال الأجزاء، غادي نلونو فقط جزء واحد، كذلك هنا 5 الأجزاء غنلونو فقط جزئين. إذا كما كتلاحظوا لونت فقط جزء واحد، هنا لونت جزئين، إذا خصنا نقارنو بيناتهم. إذا لمقارنة عددين كسرين لهما نفس المقام نقارن بسطيهما. ولا كتلاحظوا الشكل أن هنا عندنا قطعة واحدة وهنا عندنا قطعتين، إذا العدد الكسري 2 على 5 أكبر من 1 على 5. إذا نمر التمرين رقم 4، أرتب الأعداد التالية 4 على 6، 1 على 6، 5 على 6 على المستقيم العددي. إذا لاحظوا المستقيم العددي كيبدلنا من هنا من 0 حتى الواحد. إذا عندنا هنا 2 على 6، 3 على 6، حنا خصنا نكملو. إذا إلا كان هنا 2 على 6 هنا شنو غيكون عندي؟ 1 على 6. غنمشيو بالترتيب 2 على 6، 3 على 6، إذا هنا غيكون 5 على، ثم هنا 1 اللي هي بالعدد الكسري هي 6 على 6. رتبوا هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. إذا غنحاول نرتبوا هذه الأعداد من الصغير للكبير. تقدروا تبداو من صفر، لكن أنا غنبداني مباشرة من الأصغر عدد كسري. إذا غنبدا من 1 على 6، من الأصغر إلى الأكبر رمز مناسب. 2 على 6، 3 على 6،
4 على 6 أصلا في المدرج راه مرتبين، 5 على 6 ثم 1 اللي هي 6 على 6.